بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات. السيئات أن بالإفراد عندك؟ لا، بالجمع. طيب، الله أعلم. وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا. والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا طائر، لم يكن ذلك من خصائصه أيضا. وعلى هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المرجح العاشر من المرجحات التي تؤيد أن العاصي الذي نفي عنه الإيمان وأثبت له الإسلام أنه عنده أصل الإيمان وليس منافقا، وهو ما يسمى بالفاسق الملي. سبق أن المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان منافقون، وإسلامهم إسلام في الظاهر، وهذا مذهب البخاري وجماعة وقول طائفة من أهل السنة ومن أهل الكلام. القول الثاني للجمهور، جمهور السلف والخلف، أن هؤلاء الذين أثبت لهم الإسلام ونفي عنهم الإيمان ليسوا منافقين، وإنما هم ضعفاء الإيمان، معهم أصل الإيمان ونفي عنهم الإيمان لكونهم قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات. ذكر المؤلف مرجحات كثيرة، وهذا المرجح العاشر. المرجح العاشر يدل على أن العاصي إذا نفي عنه الإيمان يبقى معه أصل الإيمان، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه غيره أبو داود والترمذي وأحمد بن حبان وغيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والمراد بالشجرة شجرة هناك بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة بيعة الرضوان على قتال المشركين، وهذا في صلح الحديبية فيه، وذلك سنة 6 من الهجرة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحرموا بالعمرة. فلما قربوا من مكة منعهم قريش من الدخول إلى مكة، فنزلوا في الحديبية، والحديبية قرب حدود الحرم، وهي مكان على طريق جدة، يسمى الشميسي الآن، يسمى الشميسي على طريق جدة، هي الحديبية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يفاوضهم ويخبرهم أنه ما جاء للقتال وإنما جاء للعمرة. فاحتبست قريش عثمان رضي الله عنه، وشاع الصحابة أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال المشركين على الموت، وكانوا 1400، يعني ما بين 400 إلى 500، بايعهم تحت شجرة هناك.
فلما سمعت قريش بأن النبي بايع الصحابة على الموت على قتالهم خافوا وأطلقوا عثمان فجاء. فسميت هذه البيعة بيعة الرضوان، وأنزل الله فيها قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وصار هؤلاء الصحابة لهم مزية على غيرهم الذين بايعوا تحت الشجرة، كما أن من شهد بدرا له مزية. فأهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا يقول العلماء: أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بدر، أو ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، استدل به المؤلف رحمه الله على أن من وقع في معصية أو في كبيرة يبقى معه أصل الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات. ما هي الحسنة؟ الحسنة البيعة تحت الشجرة، هذه حسنة عظيمة تغفر بها السيئات. وكذلك أيضا شهود بدر، قال النبي الحاطب بن بيلتعة في المرجح التاسع السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فشهود بدر سيئات حسنة عظيمة تغفر بها السيئات، ولهذا غفرت هذه السيئة التي حصلت من حاطب، وهي مكاتبة المشركين وإخبارهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لسيئة أنزل فيها الله فيها تعالى صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في آخر آية من السورة: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من السابقون. هذه السيئة التي صدرت من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله غفرت بهذه الحسنة العظيمة، وهي إيش؟ شهود بدر. كما أن الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400 سيئة حصلت لهم هذه الحسنة العظيمة وهي البيعة تحت الشجرة، هذه حسنة عظيمة تغفر بها السيئات. فدل هذا على أنه لو وقع من هؤلاء سيئة أنه يبقى معه الإيمان، ويتدل على أن العاصي بالجملة يثبت له الإسلام وينفع عنه الإيمان، وأنه يبقى معه أصل الإيمان. فتكون النصوص التي جاءت لإثبات الإسلام لأقوام ونفي الإيمان عنهم دليل على أن معهم أصل الإيمان وليسوا منافقين كما ذهب إليه الإمام البخاري ومن معه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات. ما هي الحسنات؟ حسنة شهود بدر تغفر بها السيئة، غفر لحاصل السيئة التي حصلت منه بشهود بدر. وكذلك أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لأن هذه الحسنة العظيمة تغفر بها السيئات. قال المؤلف: ولم يشترط مع ذلك توبة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا إذا تاب إذا وقعت من معصية. ما قال إلا إذا تاب، التوبة وحدها عامة للمؤمنين كلهم، توبة طهارة تغفر بها السيئات عامة لكل مؤمن إلى يوم القيامة. فدل على أن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة وهؤلاء الذين شهدوا بدرا تغفر لهم السيئات بهذه الحسنة العظيمة، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك توبة. قال المؤلف: وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا، يعني لا اختصاص لهم بالتوبة، بل التوبة عامة. لو كان المراد لا دخلنا أحد بايع تحت الشجرة إذا تاب، وقول في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرتم، يعني إذا تبتم، لو كان المراد إنه لابد من التوبة لكان تزول الخصيصة التي لأهل بدر والتي لأهل بيعة الرضوان. يقول أنه لابد من التوبة صاروا مشاركين لغيرها،
التوبة طهارة لكل أحد، ليست خاصة بأهل بدر ولا بأهل بيعة الرواح. فدل هذا على أن الخصيصة التي لأهل بدر والخصيصة التي لأهل بيعة الرضوان هذه الحسنة بخصوصها، ولو لم يحصل توبة إذا صدرت معصية، إذا صدرت منه سيئة غفرت بهذه الحسنة العظيمة ويشهد بدر، وكذلك أيضا والبيعة بيعة الرضوان، لأن التوبة عامة. ويقول المؤلف رحمه الله: والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل، الحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل، ذلك العمل شهود بدر وبيعة الرضوان. وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن لهم إلا الصغائر لم يكن ذلك من خصائص أيضا، يعني هذا اعتراض. يقول المؤلف: إذا اعترض أحد وقال إن أولئك الذين شهدوا بدرا والذين حضروا بيعة الرضوان مغفور لهم لأنه لم يصدر منهم إلا الصغائر، ما صدرت منهم كبائر، يقول المؤلف: جواب ذلك نقول لم يكن ذلك من خصائصه أيضا، يعني لأن ليس المراد الآن خصيصة هؤلاء، لأن المراد الوصف للشخص، ليس المراد الأشخاص، المراد الوصف. النبي أتى بوصف فقال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا وصف ليس المراد شخص بعينه. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يا أهل بدر، كل من شهد بدر وصف، كل من اتصف بهذا الوصف يشمله الحديث. فلا يقال لأن أولئك ما تصدرت من الصغير، لأن المراد الوصف للشخص، وأن هذا يستلزم تجوز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم، يعني الكبيرة جائزة عليهم، ليسوا معصومين، ما عصم المعصوم الرسل، الرسل معصومون عن الشرك، معصومون عن الكبائر، معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله. أما غير الرسل ليسوا معصومين من الكبائر، حتى يقال إن أهل بيعة الرضوان وكذلك أهل بدر لا تصدر منه إلا الصغائر، نقول جائزة، صدور كبيرة منهم جائزة، ليست مستحيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الوصف للشخص لا شخص بعينه، وبهذا يتبين أن من المرجحات شهود بدر، وأنها حسنة تمحى بها السيئة، تغفر بها السيئات، كما كالسيئة التي حصلت من حاطب لما كاتب المشركين في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حسنة بيعة الرضوان تغفر بها السيئات التي تصدر منهم. نعم. وأيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب. نعم، هذا المرجح الحادي عشر، مرجح الحادي عشر يدل على أن المؤمن إذا صدرت منه معصية كبيرة يبقى معه أصل الإيمان، وأن النصوص التي فيها وصف بعض الناس في الإسلام دون الإيمان تدل على أنهم نفي عنهم كمال الإيمان وليسوا منافقين. هذا المرجح الحادي عشر، أنه قد دلت النصوص، نصوص الكتاب والسنة، على أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بعشرة أسباب. فهذه الذنوب التي تقع من المؤمن تزول عنه عقوبتها بعشرة أسباب، يعني بواحد منها، إذا حصل واحد من هذه العشرة محي عنه الذنب وسلم من عقوبتها. وهذا يدل على أن المؤمن إذا وقع في الكبيرة لا يخرج من الإيمان، يبقى معه أصل الإيمان، وهو مرجح، هو المرجح العالي عشرة. هذه العشرة ذكرها المؤلف: أحدها التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية، الرابع الحديث أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، الخامس أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، إيش؟ لا لا هي لا
أحدها التوبة، الأول التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث إيش؟ الحسنات، الحسنات الماحية. نعم، حسنات الماحية. الرابع دعاء المؤمنين، الرابع دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين. ها نعم، الرابع دعاء المؤمنين للمؤمن. الخامس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس ما يعمل الميت من أعمال البر. السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا. الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة. السابع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. هذه عشرة أسباب، إذا حصل واحد منها محيا الذنب عن سقطت العقوبة عن الشخص. أما اللي ذكرنا في هذه إجابة على بعض الاعتراضات، اللي ذكرنا في الأول من الحسنة الماحية، في اعتراضات أجاب عنها المؤلف، في أربع اعتراضات أجاب عليها. فهذه العقوبات، فهذه الأسباب العشرة دلت النصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب. وليس المرض أن تجتمع العشرة كلها، لا، المرض إذا حصل واحد منها، إذا حصل واحد منها أسقط العقوبة، سقطت العقوبة عن الذنب. فهذه الأسباب التي تسقط بها عقوبة الذنوب عن العبد تدل على أن المؤمن يقع في المعاصي ويقع في الكبائر ويسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. إذا تكبر كبيرة يسمى مسلم لأنه أخل لأنه دخل في الإسلام، ولا يسمى مؤمن لأنه فعل الكبيرة فينفى عنه الإيمان المطلق وإن كان معه أصل الإيمان الذي يصحح إسلامه. أصل الإيمان لا بد منه، المسلم لا بد له من إيمان يصحح إسلامه، يكون مسلما ويكون مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله المؤمنين. لكن الإيمان الكامل لا يطلق إلا على من أدى الواجب وترك المحرمات، وهذا فعل كبيرة ما نسميه مؤمن بإطلاق. فلا بد أن نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف، مؤمن فاسق بكبيرته، فلا نقول إنه مؤمن، وإنما نقول مسلم بإطلاق. مسلم العاصي يقال مسلم ولا يقال مؤمن. لكن الإسلام لا بد له من إيمان صحيح، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان الذي نفي عن العاصي غير الإيمان الذي دخل به في الإسلام. الإيمان دخل به في الإسلام هذا لا بد منه، أصل هذا أصل الإيمان. وإيمان الذي ينفع عن العاصي هو الإيمان الكامل الذي يستحق به دخولنه والنجاة من النار، هذا ما هذا ينفع. فهذه العقوبات أو هذه الأسباب العشرة التي إذا فعل إذا حصل واحد منها سقطت عقوبة الذنب تدل على أن المؤمن يقع في الكبيرة ولا يخرج من الإسلام، بل يسمى مسلم. وليس إسلامه كإسلام المنافقين كما ذهب إليه البخاري وجماعة. البخاري رحمه الله قال إن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، مترادفان لا فرق بينهما، ومن نفي عنه الإيمان فقد نفي عنه الإسلام سواء بسواء. يقول قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هذا في المنافقين. والصواب أن الإسلام غير الإيمان وليس مترادفان إذا اجتمعا. والذين نفي عنهم الإيمان لا لكونهم منافقين بل لكونهم نقص إيمانهم، فلا يطلق عليهم الإيمان، نقص إيمانهم بالكبيرة، ضعف الإيمان ونقص بفعل الكبيرة، فيسمون مسلمين لأن معهم أصل الإيمان الذي يصح بإسلامهم، ولا يسمون مؤمنين بإطلاق لتقصيرهم في بعض الواجبات أو فعلهم بترك المحرمات أو فعلهم ببعض المحرمات. هذا المرجح الحادي عشر، أن عقوبة الذنب تسقط تزول عن العبد إذا فعل واحدا من عشرة، إذا حصل واحد من عشرة أسباب، دل على أنه معه أصل الإيمان وليس منافقا. نعم، الأول أحدها. نعم، أحدها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين. قال تعالى
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأمثال ذلك. هذا السبب الأول التوبة. التوبة تسقط بها عقوبة الذنب، وهذا متفق عليه بين المسلمين بإجماع المسلمين، ما في خلاف أن الإنسان إذا تاب سقطت عنه عقوبة الذنب. والتوبة عامة في كل ذنب صغير أو كبير، حتى الكفر وحتى الشرك وحتى الإلحاد وحتى النصرانية واليهودية والمجوسية. إذا تاب الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوبة الوالدين والتعامل من تاب تاب الله عليه، سقطت عنه عقوبة الذنب في الدنيا والآخرة، سلم شرها في الدنيا والآخرة، لكن بشرط أن تكون التوبة نصوح. ليس كل من ادعى التوبة يكون تائب. التوبة تنقسم إلى قسمين، توبة الكذابين وتوبة الصادقين. توبة الكذابين هو الذي يتوب بلسانه وقلبه معقود على المعصية مصر عليها. التوبة لا بد لها من شروط، إذا وجدت الشروط صح. الشرط الأول أن تكون التوبة لله. بعض الناس يتوب لكن ليس لله، يتوب لأجل الدنيا، لأجل كذا، لأجل المقاصد. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر ما صلى ولا صام. يصلي مثلا يتوب لغرض، لأجل الدنيا، لأجل ما يحصل له، لأجل الريال، ما هو لله. التوبة عبادة لا بد أن تكون لله. العبادة ما تصح إلا بشرطين، أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة للشرع. يتوب لله. ثانيا الإقلاع عن المعصية. الإقلاع ومعنى الإقلاع الترك، ترك المعصية. إذا كان يتعامل بالربا ترك الربا. أما شخص يقول أنه تاب من الربا وهو يتعامل بالربا هذا كذاب. لا بد يتخلى عن المعصية، يعق والديه يريد أن يتوب وهو مستمر على عقوبة والديه، هذه ما هي التوبة. أقلع عن المعصية، أترك المعصية. صح يتأكل الرشوة يقول أنا تائب ولكن مستمر على أخذ الرشوة، هذه ليست التوبة، الإقلاع يعني ترك المعصية. ثالثا الندم على ما مضى، يندم ويتحسر ويتأسف، يوجد في قلبه ندم يتأسف. أما إذا كان ما يندم معناه يحب المعصية مستمر لها، لا بد يندم ويتأسف ويتحسر. الشرط الرابع العزم الصادق الجازم على عدم العودة إليها مرة أخرى، يعزم ويصمم أنه لا يعود إلى هذه المعصية. لكن بعض الناس يريد أن يتوب في رمضان خاصة، لكن ينوي إذا خرج رمضان عاد إلى المعصية، هذه ليست التوبة، لأنه ما صمم ولا عزم على عدم العودة إلى المعصية، بل هو يريد أن يرجع إلى المعصية، توبة مؤقتة في رمضان خاصة. لا، هذه ليست التوبة. لا بد من العزم الجازم الصادق على عدم العودة إليها مرة أخرى. الشرط الخامس رد المظلمة إلى أهلها إن كانت بينه وبين الناس. فإذا كانت المظلمة قتل شخص بغير حق يسلم نفسه لأولياء القتل، إما أن يقتلوه قصاصا أو يأخذ الدية أو يسمعه، أو إذا كانت مال يرد المال حتى يثوب. شخص سرق من مال شخص أو اختلسه يريد أن يثوب لا بد يرد المال إليهم. إذا كانت غيبة ونميمة يستحل لهم منها. لا بد من رد المظلمة إلى أهلها إذا كانت بينك وبين الناس. الشرط السادس أن تكون التوبة في وقتها، في وقت تقبل فيه، وهو قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم بالنسبة للشخص الواحد، وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان بالنسبة للشخص قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. وفي الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الغرغرة. وبالنسبة لعموم الناس ما لم تطلع الشمس في آخر مغربها في آخر الزمان. في الحديث لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا
تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس, لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع, لا تنقطع إيش التوبة حتى تنقطع الهجرة, ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الأمر, كل يبقى على ما كان, المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك, يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها, لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمرت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. جاء في تفسير الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها. الشرط إيش؟ ها؟ السابع أو الثامن؟ ها؟ الشرط السابع. الشرط السابع أن تكون قبل نزول العذاب, قبل نزول العذاب. فإذا نزل العذاب ما في حيلة. الأول أن تكون لله, الثاني الإقلاع عن المعصية, الثالث الندم على ما مضى, الرابع العزم على عدم العودة, الخامس رد المظلمة إليها, السادس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها, السابع أن تكون قبل بلوغ الروح إلى الحقوق, الثامن أن تكون قبل نزول العذاب. إذا نزل العذاب ما في حيلة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين. قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا, لما جاء العذاب ما في حيلة. فرعون آمن لكن بعد نزول العذاب ما نفع. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى يقول آمنت, يقول آمنت, آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا قول الله عن فرعون. فرعون يقول آمنت, يقول أنا ربكم الأعلى, لكن في وقت ما ينفع. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين, الآن تتوب, فاليوم نجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. إذن لابد يكون قبل نزول العذاب. إلا طائفة من الناس استثناهم الله, لما نزل العذاب تابوا ونفعتهم التوبة. من هم؟ قوم يونس. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حين نزل بهم. قال لهم نبيهم أخبرهم بأن العذاب نازل بهم, فلما رأوا أسباب العذاب تابوا فتاب الله عليهم وجاءهم نبيهم فآمنوا. قال الله: أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه أسباب ثمانية للتوبة, إذا وجدت هذه فهي توبة الصادقين, وإلا فهي توبة الكذابين. واضح هذا؟ فإذا التوبة تمحو الذنب لكن بشروطها, بشروطها الثمانية كما سمعتم. نعم. والدليل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقرطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية يجمع العلماء على أنها في التائبين, هذه الآية, لأن الله أطلق وعم قال إن الله يغفر الذنوب جميعا, ذنب الكفر, ذنب الشرك, ذنب الزنا, السرقة, الربا, عام. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. الثاني الاستغفار كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب عبدا ذنبا إذا أذنب إذا أذنب إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. ذنبا آخر, ما في آخر, من الصلاة آخر, يراجع الحديث. نعم. فقال: أي رب
رب أذنبت ذنبا فاغفروا لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال: ذلك في الثالثة أو الرابعة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. نعم، هذا السبب الثاني من الأسباب التي تسبق بها عقوبة الذنب عن العبد: الاستغفار. استدل المؤلف بحديثين، الحديث الأول الصحيحين أن العبد إذا أذنب ذنبا قال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم وقع في الذنب مرة أخرى بعد التوبة، فقال: ربي أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله له. ثم وقع فيه مرة ثالثة أو الرابعة، وفي كل مرة يغفر الله له. قال الله: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، هو حديث صحيح. قولوا فليفعل ما شاء، ليس المراد به الإذن في المعصية وفي الذنب، ليس إذنا بالذنب، وإنما المراد فليفعل ما شاء، يعني أنه كلما أذنب تاب، كلما أذنب تاب فإن الله يغفر له. وأذنب حصل الذنب ثم تاب بالشروط الثمانية، وجد الشروط الثمانية، ثم ابتلي بالذنب مرة ثانية، ثم تاب بالشروط الثمانية، ثم ابتلي، ثم تاب، وهكذا. قالوا فليفعل ما شاء، يعني أن الله يغفر له كلما تاب، إذا كان التوبة توبة نصوح. وليس المراد أنه إذن له فليفعل ما شاء، يعني يفعل الذنب، لا، ليس المراد الإذن بالذنب، وإنما المراد أن الله يغفر له كلما تاب، إذا وقع في الذنب، إذا ابتلي بالذنب بعد وجود الشروط الثمانية، وعازم على أن لا يعود إليه، وجدت الشروط الثمانية كلها، لكن ابتلي فتاب، يحتاج إلى توبة جديدة، فتاب بالشروط يغفر الله له كلما وقع في الذنب وتاب، فإن الله يغفر له. والحديث الثاني: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. هذا دليل على أن الاستغفار يمحو الله به الخطايا، يمحو الله به الذنب. نعم. وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة، كما جاء في حديث: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع. وبسط هذا له موضع آخر: فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة فما يحكم به. مما يحكم عندنا النسخة فلا يحكم. عندنا النسخة المثبتة فما، وفي نسخة الأصل فما، ونسخة أخرى مما، وآثرنا هذه اللفظة من نسخة ميم لأنها أقرب المعنى. إيش عندك؟ فلا يقول فما يحكم به، فما ما لا خطأ، مما يحكم به خطأ، هذا خطأ من المحشي ما فهم المعنى. نعم، مما يحكم به. فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة فمما يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنب، كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات.
وكما غفر للبغي بسقي الكد للبغي وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذلك من الإيمان وأمثال ذلك كثير. هذا اعتراض وجواب عنه. الاعتراض قد يقال على هذا الاستغفار هو مع التوبة، يعني الاستغفار والتوبة شيء واحد، الاستغفار لابد أن يكون مع التوبة، فالاستغفار لا ينفع بدون توبة، هذا اعتراض. فعلى هذا يكون السببان سبب واحد، التوبة والاستغفار شيء واحد، التوبة والاستغفار، والاستغفار هو التوبة على هذا الوجه، هذا اعتراض. ويستدل بحديث ما أصر بل استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. قال الحديث ذكر في الحاشية أنه أخرج أبو داود والترمذي وابن السني والبغاوي. نعم. وقال ولفظ الحديث 70 مرة. تكلم على تكلم عليه عندك رواه الترمذي برقم لا كلام تصحيح صححه. نعم. يقول وإن عاد في اليوم 70 مرة. وقال الترمذي بعد أن ساقه هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. ومع ذلك فقد حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في المجلد الأول 9400. على كل حال لعل الحافظ حسنه لشواهده، هذه الشواهد له شواهد. وكذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله ساقه، لعله ساقه هنا يرى أنه ثابت وأنه حسن بشواهده. المقصود أن الاعتراض هذا على هذا الوجه يقال الاستغفار مع التوبة شيء واحد. أجاب المؤلف رحمه الله قال الاستغفار مع التوبة إذا كان مع التوبة ما في إشكال ينفع الذنب، لكن قد يوجد الاستغفار بدون توبة وينفع. ولهذا قال المؤلف وقد يقال بالاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر. فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب، إذا كان الاستغفار مع التوبة يحكم به على كل أحد، الاستغفار مع التوبة كل أحد نقول الاستغفار إذا كان مع توبة عام في جميع الأشخاص، كل شخص يصدر منه التوبة مع الاستغفار هو مغفور له. لكن قد يكون الاستغفار مع التوبة وينفع في حق بعض الناس دون البعض الآخر. فالمؤلف رحمه الله يجيب على الاعتراض، يقول إذا اعترض بعض الناس وقال الاستغفار والتوبة والتوبة والاستغفار، نقول لا صحيح، إذا كان الاستغفار مع التوبة هذا عام في كل تائب وعام في كل شخص وعام في كل معصية، لكن قد يوجد استغفار بدون توبة وينفع، ولكن هذا في حق بعض الناس دون بعض. فبعض الناس يستغفر لكن ما تاب، لكن يحصل له عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما ينفع الله به خطيئة، بسبب ما قارن الاستغفار من الانكسار والاستغفار والخشية والإنابة إلى الله، كما في حديث البطاقة. حديث البطاقة حديث مشهور، وخلاصته أنه وهو أرجى حديث لأهل السنة والجماعة وأرجى حديث العصاة، وهو أنه يؤتى يوم القيامة، حديث خلاصته أنه يؤتى يوم القيامة برجل فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، 99 سجل كل سجل مد البصر سيئات، فيقول الله أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا والله يا رب. أليست هذه أعمالك كلها سيئات؟ قال بلى يا رب. فيقول الله هل لك حسنة؟ فيقول لا والله ما أذكر شيئا يا رب. فيقول الله بلى فإنك لا تظلم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوضع البطاقة التي فيها الشهادتين في كفة، فيها شهادتين في كفة، وتوضع السجلات 99 سجل كل سجل لمد البصر في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فغفر الله له، رجحت البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وخفت بطاقة السيئات فغفر الله له. معلوم أن كل شخص كل مسلم له مثل البطاقة، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ورسوله، ومع ذلك يعذب بعضهم يعذبهم من النار، وهذا ما عذب لماذا صاحب البطاقة؟ بعض الناس قال لأن هذه البطاقة التي قالها أشهد أن لا إله إلا الله قالها عن توبة وإخلاص،
نقول إذا تاب التوبة تكفي. المؤلف رحمه الله يقول صاحب البطاقة الذي قال لا يا الله ثقلت بتلك السيئات، ثقلت الشهادة بتلك السيئات لأنه قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي ينفي السيئات. قارن هذه الشهادتين، نوع من الإخلاص والصدق. وبعض كثير من الناس يقولون لكن ما عندهم صدق وإخلاص فلهذا يعذبون بسيئاتهم، أما هذا غفر له بسبب أنه قال هذه البطاقة بنوع من الصدق والإخلاص الذي ينفي السيئات. فكذلك المستغفر إذا كان استغفر عن خشية وإنابة ينفي الله بهذا الاستغفار الذنب ولو لم يتب. ومثله قال المؤلف وكما غفر للبغي بسقي الكلب. البغي الزانية من بني إسرائيل، الحديث فيها أن امرأة بغي من بني إسرائيل وزانية تفعل الفاحشة الزنا، جاءت يوما إلى مرت برفية بئر فوجدت كلبا يلهث يكاد يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وملأت خفها الخف هو الجزمة تلبسها وملأت ماء وأخذته وسقت الكلب، فغفر الله لها ذنبها العظيم وهو الزنا بسقيها الكلب. ومعلوم أن قد يسقي بعض العصاة قد يسقي مثلا كلب أو طير ولا يغفر له، هذه المرأة غفر لها بسبب إيش؟ يقول بسبب أنه حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، حصل عندها يعني سقت ليست سقي مجرد بل سقي معه إيمان وصدق وإخلاص، فلهذا غفر الله لها. وكذلك بعض المستغفرين يستغفر عن توبة عن خشية وإنابة فيغفر له، وبعض المستغفرين يستغفر ولكن ما يكون عنده خشية ولا إنابة فلا يغفر له إلا إذا تاب. وبهذا يكون الجواب المؤلف أجاب عن هذا الاعتراض. نعم. السبب الثالث الحسنات الماحية كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه حتى فرجه بفرجه. وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا السبب الثالث من الأسباب التي تسقط بها عقوبة الذنب وينفو الله بها الذنب الحسنات الماحية، يفعل حسنة عظيمة فينفو الله بها الخطايا ولو لم يتب. استدل المؤلف بأدلة. الدليل الأول قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أجنبية قبلها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت مع شهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. يأتي الكلام عليها لأن في سبب نزولها أنه فعل صغيرة، وقد يقال أنه تاب، الظاهر أنه تاب والقبلة صغيرة، فعل صغيرة من الصغائر ثم تاب. لكن المؤلف استدل بعموم الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، قال الحسنة تمحو السيئة من دون توبة. الدليل الثاني حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. فهذا الحديث استدل به المؤلف على أن الحسنات تكفر بها السيئة، الصلاة الخمس والجمعة حسنة ورمضان حسنة، لكن الحديث فيه تقيل إذا اجتنبت الكبائر، سيأتي الكلام عليه. الدليل الثالث ما ثبت في صحيح البخاري وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجه الدلالة أن صوم رمضان حسنة يمحو الله بها الخطايا، وسيأتي بعض العلماء قال أن هذا إذا اجتنبت الكبائر. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هو حديث صحيح. فقيام ليلة القدر هذا حسن غفر بها الذنوب. الدليل إيش الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فيه أن الحج هو حسنة عظيمة يمحو الله بها الخطايا. الدليل إيش السادس قوله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما. ومعنى فتنة الرجل في أهله وماله يعني ما يحصل بين الإنسان وبين أهله من الكلام والأخذ والرد بينه وبين زوجته بينه وبين ولده بينه وبين جاره، هذه قد يغلط عليه قد يزيد بكلمة قد يخطئ عليه بكلمة. هذه فتنة في أهله، تحصل بين خصومة ونزاع وكلام وأخذ رد. هذه الفتنة تكون بين الإنسان وأهله وبينه وبين ولده وبينه وبين جاره تكفرها الصلاة، إذا صلى تكفر الله، والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الحسنات كفر الله بالخطأ. لكن معلوم أنها صغائر، هذه ليست كبائر. الدليل إيش السادس أو السابع قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه. وهذا الحديث أيضا رواه الشيخان وغيرهما. وفيه أن العتق يعتق عبد يشتريه ويقول أنت حر لوجه الله، تكون هذه الحسنة يكفر الله به الخطايا ويعتق الله به رقبة من النار. إذا أعتق هذا العبد أعتقه الله من النار، معناه كفر سيئاته في هذه الحسنة. هذه الحسنة محت السيئات، حسنة وهي العتق محت السيئات حتى إنه غفر له، يغفر كل عضو. إذا اعتقت اليد باليد والرجل بالرجل، اعتقت هذا العبد تغفر ذنوبك وخطاياك بعينيك بعينيك، يديك يده بيدك حتى فرجه بفرجه. يقول المؤلف رحمه الله وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح في الوصيه. وقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. الصدقة تطفئ الخطيئة المعصية، الصدقة حسنة من الحسد، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطفئ الخطيئة. إذن الصدقة تمحو الخطايا، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب تكلم عليه، وإن قال حديث فيه كلام لأهل العلم رواه ابن ماجه، وفيه تقديم الجملة الأولى على الثانية، وقال بعضهم له شواهد يتقوى بها، ومنهم من تكلم فيه ومن تكلم في الجملة الأخيرة. المقصود أن هذه الأحاديث كلها تدل على أي شيء، على أن الحسنات ينفع الله بها السيئات ويصلح بها عقوبة الذنوب، هذا من غير التوبة.
وسيأتي اعتراض على هذا، اعتراض والجواب عليه. نعم، اقرأ الاعتراض. وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث من اجتنبت الكبائر فيجاب عن هذا بوجوه. هذا الاعتراض اعترض على هذه الأحاديث التي استدل بها المؤلف على أن الحسنات تمحو الله بها الخطايا. اعترض بعض الناس وقالوا الحسنات إنما تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، فأما الكبائر فلا بد لها، فلا تغفر إلا بالتوبة. ولهذا جاء في الحديث ما اجتنبت الكبائر في حديث أبي هريرة عند مسلم، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. هذا اعتراض، اعترض على المؤلف، فقيل له هذه النصوص التي ذكرتها على الرأس والعين إلا أنها تكفر الصغائر للكبائر. فأجاب المؤلف رحمه الله بخمسة أجوبة، وبعض الأجوبة هذه اعتراضات. الجواب الأول، نعم. هل جاء أحدها أن هذا الشرع أن هذا الشرع، المؤلف يأتي بخمسة أجوبة ثم بعد ذلك يأتي إلى السبب الرابع من الحسن من الأسباب التي تسقط بها عقوبة الذنب، حتى ما متداخل حتى لا ينسى الإنسان. نحن لا لازلنا في السبب الثالث. الاعتراضات، الاعتراض عليه أجاب عليه المؤلف بخمسة أجوبة ثم بعد ذلك يأتي إلى السبب، السبب إيش؟ الرابع مما تسقط به عقوبة الذنب. نعم. أحدها أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فأداء الفرائض مع ترك الكبائر مقتضي لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الجواب الأول، الجواب الأول على هذا الاعتراض وهو أن الحسنات إنما تمحو الكبائر. قال المؤلف رحمه الله هذا الشرط إنما جاء في الفرائض خاصة دون التطوعات، فالفرائض نعم لا بد فيه من ترك الكبائر، الفرائض لا، إنما يكفر الله بها الخطايا إذا اجتنب الكبائر كالصلاة الخمس والجمعة وصيام رمضان. استدل ودليلها الحديث السابق، حديث أبي هريرة عند مسلم، الصلاة الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، وذلك أن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر، فاشترط لتكفير الصغائر ترك الكبائر، إن تجتنبوا الكبائر تكفر الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. يقول مؤلف فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضي لتكفير السيئات، أما غير الفرائض من الحسنات الماحية مثل المرأة البغية التي سقت الكلب هذه حسنة غير الفرائض تكفر بها، تمحى بها إيش؟ يمحو الله بها الخطايا. الأعمال الزائدة عن الفرائض من التطوعات يقول مؤلف فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، لقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. الثاني أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون من الكبائر كما قد تكون مع الكبائر عندنا من لا مع الثاني أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر ك
كما في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له وإن غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وفي السنن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وفي الصحيحين في حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. نعم، هذا الجواب الثاني. يقول المؤلف قد جاء التصريح في كثير من الحديث بأن المغفرة قد تكون حتى مع الكبيرة، منها هذا الحديث غفر له وإن كان قد فر من الزحف. الزحف مراد إذا كان المسلم في صف الجهاد، في صف الجهاد يقاتل المشركين يجب عليه أن يبقى. الجهاد في سبيل الله مستحب إلا في ثلاث مواضع يكون واجب فرض. الأمر الأول إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب على أهل البلد أن يقاتلوا كلهم رجالهم ونساءهم، فرض فرض عين. الثاني إذا استنفر الإمام واحد من الناس قال أمره بأن يجاهد يجب عليه، صار فرض في حق. الثالث إذا وقف في الصف، إنسان ذهب للجهاد متطوع فوقف في الصف، في هذه الحالة صار فرض عليه، ما يجوز يفر ولا يجوز يهرب لأنه يخذل إخوانه المؤمنين. قال أنا خلاص أنا جاي متطوع. يقول نعم أنت متطوع لكن لما وقفت في الصف صار فرضا عليك، لأنك لماذا؟ لأنك إذا فرض خذلت إخوانك المؤمنين. فإذا فر من الزحف صار مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. إذا وقف في الصف ثم هرب أو تأخر صار مرتكب لكبيرة. لماذا؟ لأنه خذل إخوانه المسلمين. قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى سلاح فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فوعده الله بالنار ومرتكب لكبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف وإن كان قد ارتكب كبيرة. إذن هنا فيه أنه غفر له مع الكبيرة. كذلك الحديث الثاني في السنن قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني فعل ذنبا يوجب له النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. الأوجب ارتكب كبيرة يوجب له النار ومع ذلك غفرت له هذه الكبيرة في هذه الحسنة وهي العدل. الدليل الثالث ما في الصحيحين من حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فكررها ثلاثا، فقال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. قالوا هذا الدليل على إيش؟ على أنه يغفر له الزنا بتوحيد خالص. ولكن هذا سيأتي في كلام لأهل العلم. ظاهر أن الأصل أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله إلا إذا تاب توبة النصوح. استدل المؤلف رحمه الله بهذه الأدلة على أن الحسنة قد يمحو الله بها الخطايا ولو مع الكبائر. نعم. الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إن حمل على الصائر أو على المغفرة ما التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصائر المكفرة باجتناب
المكفرة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة. لا في الفتح مكفرة المكفرة باجتناب الكبائر. نعم هذا الجواب الثالث. استدل المؤلف بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم السابق قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الحديث القدسي قال الله تعالى النبي في قصة حاطب وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال هذا من كلام الرب اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول هذا الحديث اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فيه دليل على أن من شهد بدرا يغفر له ولو فعل الكبيرة. فإذا قال قائل إن المراد إن تغفر له الصغائر أو قال إنها تغفر له إذا تاب، لو قال قائل هذا يقال بأنه إذن لا فرق بين أهل بدر وغيره. إذا قلت تغفر له الصغيرة أو تغفر له الكبيرة مع التوبة أهل بدر وغيرهم صار كل واحد الصغائر تغفر له باجتناب الكبائر وكل واحد يغفر له بالتوبة أهل بدر وغيرهم. ما هي خصيصة أهل بدر؟ فدل على أن المراد كبيرة. وقال ويقول المؤلف فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لا يجوز حمله على مجرد الصغائر. لا يقول قائل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني غفرت لكم الكفر، هذا ما حد يقول هذا لأن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة. فكذلك لا يقول قائل إن المراد اعملوا ما شئتم الصغائر لأن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر. فدل هذا على أن المراد الكبيرة، وهذا يدل على أن هذه الحسنة وهي شهود بدر يمحو الله بها الكبائر. ولهذا قال المؤلف فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. نعم. الرابع أنه قد جاء في غير حديث أنه أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر عمله كذلك. ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون المكمل ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون أن ذلك النقص المكمل ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب، فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول، فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات. فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات. وهذا لا ينافي ما ورد من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر، وهذا غريب الرفع. وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وقد ذكره أحمد في رسالته في الصلاة، وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب. ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا له وإكمالا لها، فلم يكن فيها ثواب نافلة. ولهذا قال بعض السلف
النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة. وتأول على هذا قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا، بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة. نعم، هذا الجواب الرابع. يقول المؤلف أنه ورد في الحديث إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، إن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع النوافل، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر عمله كذلك. يعني معنى الحديث أن الإنسان أول ما يحاسب عليه من الأعمال التي بينه وبين الله العبادات الصلاة. وهذا لا ينافي الحديث الآخر أن أول ما يقضب الناس في الدماء، أن أول ما يقضب الناس في الدماء فيما يتعلق بحقوق الناس، وأول ما يحاسب العبد من صلاته فيما يتعلق بالعبادات. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن أكملها أو تامة ما فيها نقص شيء من الواجبات ولا خلل فالحمد لله، وإلا قيل جاء في الحديث وإلا قال الرب انظروا هل له من تطوع، هل لعبد من تطوع، هل له نوافل، فإن كان له تطوع سنن الرواتب يصليها صلاة الضحى صلاة الليل أكملت بها الفريضة، يكمل النقص من صلاة النافلة الرواتب يصليها قبل الصلاة وبعدها من صلاة الضحى من صلاة الليل كمل بها الفريضة، ثم يسرع بسائر عمله كذلك، الزكاة كذلك، الزكاة الفريضة إن كانت كاملة فالحمد لله، وإن لم تكن كاملة فيها نقص، إذا كانوا الصدقات كمل بها الفريضة الزكاة، والصيام صيام رمضان إذا كان فيه نقص كمل من صيام التطوع، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ستة من شوال، صيام اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم كمل بها، وهكذا سائر العمل. المؤلف رحمه الله يعلق على هذا الحديث يقول: ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب. يعني هذا النقص اللي حصل في الصلاة في الزكاة والصوم، هل هو مستحب تركه أو واجب تركه؟ لو كان مستحب ما يحتاج تسميه، لو كان ترك مستحب مستحبات الصلاة، ترك زيادة الدعاء بعد التشهد الأول، هل نقول أنه كمل من النوافل؟ لا، ما ترك واجب، لأن المستحب لا يحتاج إلى جبران، إنما الذي يحتاج إلى جبران ما هو؟ الواجب. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن أكمله إلا قلهام انظروا هل له من تطوع، إنما المراد النقص، نقص الواجبات، إذا أخل بشيء من الواجبات في الصلاة أو في الزكاة كملت من النوافل. طيب وإذا أخل بشيء من المستحبات هل كمل؟ لا، المستحبات ليست واجبة، ولا 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 يعتبر نقص في الصلاة، حتى لا في الصلاة ولا في غيرها، إذا ترك مستحب ما يقال إنه إن الصلاة ناقصة أو الصيام ناقص، لأن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، فتبين بهذا أن المراد انظروا هل إن أكملها وإلا قيل انظروا هل متطوع، إنما يجبر الواجب، نقص الواجب. يقول المؤلف: ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول. إذا ترك مستحبا أو فعل مستحبا لا فرق بين المتروك والمفعول، لأنه ليس بواجب، ليس بواجب سواء فعله أو تركه، فلا يقال أنه إذا ترك مستحب يجبر به مستحب آخر. فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات، إذا نقص الفرائض الواجب إذا نقص شيئا من الواجبات في الفرائض كمل به من التطوعات، إذا ترك واجبا في الصلاة كمل من التطوع الصلاة، إذا ترك واجبا في الزكاة كمل من تطوع الزكاة من الصدقات، إذا ترك واجبا في صيام رمضان كمل من صيام النفل، إذا ترك واجبا في الحج كمل من حج النفل، وهكذا. طيب، وهل ينافي هذا حديث إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة؟
على فرض صحة الحديث. في الحديث إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، هل ينافي هذا؟ هل ينافي هذا الحديث؟ يقول المؤلف رحمه الله: لو قيل إن هذا الحديث يعارض هذا الحديث فإنه يجب تقديم الحديث الأول لأنه أثبت وأشرط. لو كان حديث لا يقبل الله النافل حتى تؤدى الفريضة يعارض حديث انظروا هل لعبدنا من تطوع، لماذا؟ لو كان معارضا له لوجب تقديم الحديث الأول. لماذا؟ لأنه أصح وأشرط. وإذا كان إذا تعارض حديثان ولا يمكن الجمع بينهما، القاعدة عند أهل العلم إذا تعارض حديثان ماذا نعمل؟ نجمع بينهما إن أمكن، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه لأنه عمل بالحديث من الجنة. فإن لم يمكن ننظر التاريخ، فإن عرفنا المتقدم والمتأخر يكون المتأخر نفس المتقدم، فإن لم يعلم التاريخ ننظر إلى الترجيح، إذا كان أحدهما أصح ومقدم على غيره، فإن لم يعرف فإن لم يكن هناك ترجيح نتوقف. هذا هو اللي يسكره إذا تعرض الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. فهذا الحديث إذا قلنا لو فرض أنه معارض لهذا الحديث لقدم حديث يكمل بها الفرائض، مع أن هذا لو صح حديث إن لا يقبل الله نافل حتى تؤدي الفريضة، ويقول المؤلف إن هذا الحديث غريب رفعه، يعني حديث لا يقبل الله نافل حتى تؤدي الفريضة غريب رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف إنما هو من قول أبي بكر ليس ما لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صح لا يقبل الله نافل حتى تؤدي الفريضة قدم عليه حديث حتى تكمل الفريضة، والصواب أنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعمر قال له: واعلم أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، كتبها أبو بكر لعمر. يقول المؤلف رحمه الله: وذلك لأن قبول النافلة يراد بها الثواب عليها، ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدي الفريضة. المعنى الحديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدي الفريضة، لا يقبل الله نافلة يعني لا يثاب على النافلة حتى تؤدي الفريضة. وهل يثاب الإنسان على النافلة وهو ما أدى الفريضة؟ لا يثاب حتى تؤدى الفريضة. فإذا كان في الفريضة نقص يكمل بها النافلة، فإذا كملت الفريضة وبقي زيادة النافلة يثاب عليها. فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا لها وإكمالا لها، فلم يكن فيها ثواب حينئذ، فلم يكن فيها ثواب نافلة. يقول والله ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وغيره يحتاج إلى المغفرة. قال بعض السلف: النافلة تكون للرسول عليه الصلاة ولا تكون لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فليس مغفورا له، ما يجزم بأنه مغفور له، ولهذا ما يكون هناك نافلة لغير الرسول، النافلة خاصة بالرسول. وهذا يدل على ضعف رفع هذا الحديث على هذا القول. ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة. وتأول هذا القائل هذا قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، خطاب للرسول، فالنافلة خاصة بالرسول. وليس إذا فعل النافلة وضيع الفريضة تقوم النافلة مقام الفريضة المطلقة. إذا فعل الإنسان النافلة وضيع الفريضة هل نقول تقوم النافلة مقام الفريضة؟ ما تقوم، بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب تلك النافلة. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله بين أن الفريضة يحاسب، أن الإنسان يحاسب أول ما يحاسب على من عمله الصلاة، فإن أكملها وإلا كملت من النوافل، وبهذا تكون هذه الحسنة ماحية للسيئات. وهذا عليه اعتراضات ذكرها المؤلف رحمه الله عدة اعتراضات.